هادو كلهم اللي كانوا تيقولوا بغي يدير انقلاب كلهم تيكذبوا عليه، عمر الانقلاب ما كان، بالعكس هما اللي انقلبوا عليه. واحد المجموعه ديال الخونه ديال الوطن هما اللي داروا انقلاب وقتلوه، لان كانوا عنده اعداء، واعداء كثيرون، وكنا دائما دايرين في الحساب بان الله يستر غتوقع له شي حاجه. وكان دائما الوالد ديالي الله يرحمه تيحضروا ماشي حتى ولا لواء ولا بطل الصحراء ولا امير الصحراء بالانجازات ديالو اللي دار، كان تيحضروا في الوقت اللي قبل ما يمشي لباريس يقدم راسه للمحكمه الفرنسيه في نطاق القضيه ديال الشهيد المهدي بن بركه، كان تيحضروا من الاعداء ديالو، ولا سيما تيحضروا من أفقير، تيقول له اولدي رد بالك بزاف من أفقير، راني ما تنطقش فيه. من بعد ما تعرض الملك الحسن الثاني لجوج ديال المحاولات الانقلابية المتتالية، من أقرب الناس ليه اللي كان كيثق فيهم واحد الثقة ما نقولوش عمياء ولكن أكثر مما يستحقوا، واللي غادي يغدروا به ويكيدوا ليه ويحاولوا أنهم يصفيوها ليه ويسقطوا النظام الملكي في المغرب، واللي يجا منها بأعجوبة تامة بسبب الذكاء والفطنة دياله من بعد الله عز وجل. هنا الملك الحسن الثاني غادي يغير المنهجية اللي كان غادي بها تماما، وغادي يغير معها بزاف ديال رجال الدولة في المغرب، جنود وضباط وجنرالات وغيرهم، فمنهم اللي تعدم بسبب الخيانة ديالو، ومنهم اللي تحبسوا في السجون، ومنهم اللي توقفوا على العمل وبزاف، لكن منهم أيضا اللي بقوا محافظين على المكانة ديالهم، بل وزادوا ترقى وصعدوا في المناصب والرتب الفوق الفوق، ومن بينهم الشخص اللي غادي نهضروا عليه اليوم، الجنرال الجبار والغامض أحمد التليمي، اليد ديال الملك على الجيش والعسكر والقوة الدفاعية في البلاد، واللي يقال أنه هو اللي تكلف مهمة إعدام الجنرال أفقير من بعد ما تبينت الخيانة دياله للدولة وللملك، وهادشي من بعد ما كان هو الخادم والظل واليد اليمنى ديال الجنرال أفقير. فشكون هو الجنرال الغامض أحمد التليمي؟ وشنو هي قصته؟ وشنو هي انتصارات والخطط العسكرية دياله في الصحراء؟ وعلاش الاسم دياله كان كيرعب ميليشيات البوليزاريو؟ وشنو علاقته بقضية اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة؟ والأهم من هادشي هذا، كيفاش كانت النهاية الغامضة ديال الجنرال أحمد التليمي؟ وشكون اللي صفها ليه؟ واش بالصح هو الآخر كان كيخطط لقيادة انقلاب عسكري على النظام الملكي في المغرب؟ وإذا كان هادشي هذا بالصح، فعلاش ما تمش الإفصاح على محاولة انقلاب التليمي تماما كيف ما تم الإفصاح على محاولة انقلاب الصغيرات ومحاولة انقلاب أفقير؟ وبقى الملف ديال التليمي ملفوف بالسرية التامة، وحتى شي واحد ما كيعرف الحقيقة ديالو. هذا وبزاف ديال الأسئلة وحدة أخرى إخواني اللي غادي نجاوبوا عليها في هذه الحلقة هذه. فقط اللي عليكم هو أنكم تجيبوا شي قهوة وتشدوا شركينا اللي فيها سكاتوكان وتتبعوا معايا الحلقة حتى الآخر. أيضا إذا عجبكم المحتوى اللي كنقدم فما تنسوش أنكم تعملوا لايك وتبارطاجيو الحلقة مع الأصدقاء ديالكم، وإذا كانت هذه هي أول مرة كتشوفوني فيها فما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم كل جديد، تابعوني في الانستغرام اللي هو هذا، ونتوكلوا على بركة الله. فاش كنهضروا على الجنرال التليمي اصدقائي، فاحنا كنهضروا على واحد من اقوى رجال الملك الحسن الثاني والاكثرهم غموضا، واللي ما كانش كيرجع للور وكيزعم في كل شيء، واللي تطلب منه كينفذه بالحرف. فقبل ما نغوصوا في العمليه اللي دار، خلونا نرجعوا للور شويه ونتعرفوا على قصته من البدايه، وكيفاش حتى تحول الجنرال التليمي من شخص عادي الأقوى جنرال في المغرب اللي في يده السلطة الكاملة ديال الجيش الأمن والمخابرات. تزاد أحمد التليمي سنة 1931 بالضبط في سيدي قاسم جهة الغرب، وكيعود الأصل ديالو لقبيلة صحراوية مغربية عريقة واللي هي قبيلة ولاد الدليم، والأصل ديالو الصحراوي كان سبب من الأسباب اللي خلاه من بعد أنه يخوض معارك ملحمية في الصحراء المغربية ضد البوليزاريو ويحقق انتصارات ساحقة عليهم. عاش وتربى وترعرع الجنرال التليمي في ظل الاستعمار الفرنسي للمغرب، وكان حاله حال الأطفال والشباب المغاربة في ذاك الفترة، مغربي مغرب في بلاده وكيحس بالحقرة وأن المستوطن الفرنسي ديما عنده الحق والأسبقية عليه. الأب ديالو كان كاتب وترجمان في مكتب المراقبة المدنية أيام الاستعمار الفرنسي، ومن بعد الابتدائية
قد يقرا في ثانويه مولاي يوسف بالرباط. ودليمي كان ديما كيميل للمقاومه والسلاح والحياه العسكريه، وكيف ما وصفوا مدحت بوريكات اللي قرا معاه في نفس الثانويه انه كان شخص اللي سكوتي بزاف وداخل سوق راسه وما عندوش مع الهضره بزاف، وكان ديما معزول على الزملاء ديالو وشات شي كتاب ولا شي روايه في الدوك يقراها، وفي غالب الاحيان كانت روايه بوليسيه بحكم انها تصنف هذا ديال الروايات كانوا كيعجبوه بزاف، وكان مغرم بالحياة البوليسية. وعلى عكس باقي التلاميذ اللي كانوا معاه واللي كانوا كيلبسوا بذلة رسمية كلاس، هو كان معروف بيناتهم بالفقر ديالو وديما لابس جلابة تقليدية ديال الصوف شتوى وصيف. وهذا الشيء كيف ما قلت لكم نظرا للحالة المادية ديالو الضعيفة بالمقارنة مع الزملاء ديالو اللي كينتميو لأغنى العائلات المغربية في المدينة. فاحنا مثلا فاش كنهضروا على الإخوة بوريكات فاحنا كنهضروا على أشخاص اللي تربوا رفقة الأمراء داخل القصور الملكية. المهم أحمد الدليمي ومن بعد ما أخذ شهادة البكالوريا ديالو غادي يتجه للمجال العسكري وغادي يدخل للأكاديمية العسكرية الملكية في مكناس، واللي غادي يكون واحد من أكثر الطلاب المتفوقين فيها. ومن بعد ما أخذ المغرب الاستقلال ديالو سنة 1956 غادي يكون دليمي واحد من الضباط المقربين من الملك محمد الخامس، واللي خاضوا حملة الريف سنة 1958 ضد القبائل المنتفضة في الشمال ديال المملكة. وفي عهد الملك الحسن الثاني غادي ينال أحمد الدليمي رضا وإعجاب الملك، وغادي يكون من بين الجنود القلال اللي غادي يصيفطهم الملك الحسن الثاني لبريطانيا باش يتكونوا عند الشرطة البريطانية سكوتلاند يارد. ومن بعد ما رجع المغرب في 64 غادي يتم تعيينه رئيس المخابرات المغربية من بعد الجنرال أوفقير اللي غادي تولى آنذاك منصب مدير الأمن الوطني، ودليمي غادي يكون هو النائب ديالو ويدو دليمي والمسؤول على المخابرات في البلاد، وغادي يشارك رفقة أوفقير والبصري للكمح والتصدي للمظاهرات والاحتجاجات العديدة في البلاد ديال المعارضين من احتجاجات مارس 1965 حتى المظاهرات الدار البيضاء سنة 1981. كما أن دليمي أيضا غادي يتورط في عملية اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة فسنة 1963، ومن بعد ما هرب المهدي بن بركة لباريس بسبب تورطه في محاولة اغتيال الملك من بعد سنتين، وبالضبط في أكتوبر 1965 فاش كان عنده لقاء مع واحد المخرج سينمائي فرنسي تم في باريس من أجل مناقشة إعداد واحد الفيلم سياسي غادي يتم اختطاف المهدي بن بركة ما غاديش يظهر ليه الاثار من بعد ابدا. وفي هذه الفتره هذه بالضبط اللي تختطف فيها المهدي بن بركه كان الجنرال أوفقير واللي كان كيشغل انذاك منصب وزير الداخليه ومعاه اليد اليمنى ديالو احمد الدليمي مدير المخابرات المغربيه بجوجهم كانوا في باريس، فيقال انهم بجوج خططوا المحاولة اختطاف واغتيال المهدي بن بركة لأنه اللي كيشكل خطر على النظام في المغرب وكيزعزع الأمن والاستقرار ديال البلاد. فمن بعد المحاكمة في هذه القضية هذه غادي تصدر المحكمة الفرنسية مذكرة اعتقال في حق كل من الجنرال أوفقير وأحمد الدليمي، وغادي تتهمهم بتورطهم في اغتيال المهدي بن بركة وغادي تحكم عليهم بالسجن غيابية. فالجنرال أوفقير انفى تورطه في هذه العملية هذه وعمل اكس على فرنسا وما بقاش كيرجع لها ابدا. اما أحمد الدليمي فالعكس ديال أوفقير تماما، فعلا انفى تورط دياله في هذه المسألة هذه لكنه واجه الامر ومشى لفرنسا وقدم راسه للسلطات الفرنسية، وهذا الشيء بالضبط في أكتوبر 1966 من بعد عام على اختفاء المهدي بن بركة، وتما غادي يتم إلقاء القبض عليه وغادي يتحبس لشهور وشهور في السجون الفرنسية. لكن ومن بعد النظر في القضية مرة أخرى من طرف المحكمة الفرنسية غادي يتحكم أحمد الدليمي بالبراءة وغادي تثبت عدم التورط ديالو في اغتيال المهدي بن بركة، وهكذا وبالزعامة اللي كانت فيه غادي يتهنى من هذه القضية هذه اللي كان ديما ملحقها في حال شي كابوس. ونايضا لاحظتوا معايا ان الجنرال أوفقير وأحمد الدليمي واخا خدامين مع بعضهم في نفس الدومين الا انه كاين واحد الفرق كبير في شخصيتهم. فأوفقير وبالرغم من السلطة الكبيرة اللي كانت عنده انذاك الا انه كان شخص متماطل وكيهرب من الحقيقة وما كيواجهش المشاكل والصعاب اللي في طريقه، بل نقدروا نقولوا انه من نوع ديال الناس اللي كيواجه العنف بالعنف. لكن دليمي العكس تماما، كان شخص زعيمي واكثر ذكاء ودهاء وكيواجه المشاكل والعراقيل والصعاب ديالو كيف ما بغاتكم. وهذه من بين الامور اللي غادي تخلي الملك الحسن الثاني يتعجب بالشخصية ديال أحمد الدليمي ويعطيه فرص عديدة في نثبت ليه الجدارة والاستحقاق ديالو، خصوصا من بعد الموت ديال الجنرال أوفقير، وهادشي من بعد ما خان الملك وخان الثقة اللي تعطات ليه. كما انه كاين بعض الروايات اللي كتقول ان أحمد الدليمي هو اللي تكلف مهمة إطلاق النار على الجنرال أوفقير، وهادشي من بعد فشل المحاولة الانقلابية ديالو على الملك
وهو اللي صفاها ليه. هذا وما نساوش أن أفقير كان هو السيد والقائد ديال أحمد التليمي، لكن هذه كتبقى مجرد رواية اللي كيرووها أشخاص بدون أي دلائل اللي كتثبت لنا الصحة ديالها. كما أنه كاين بعض الروايات الأخرى اللي كتقول أنه من بعد ما ولد التليمي سنة 1970 هو المدير العام للأمن الوطني خلفا للجنرال أفقير، غادي ينشأ بينه وبين أفقير واحد الصراع خفي حول من سيفوز بثقة الملك، وكل واحد كان كيحاول بطريقته يتقرب من الملك الحسن الثاني أكثر وينال الثقة ديالو ويبين ليه على الوفاء والمصداقية والتضحية ديالو. لكن ومن بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة ديال أفقير سنة 1972 غادي تبقى الساحة خاوية تماما أمام التليمي اللي غادي يفوز وينفارد بالثقة ديال الملك، بل اللي غادي يولي في حال ظلو كيرافقه في الممشى سواء داخل أو خارج الوطن. وهنا غادي يجمع التليمي بين الجهاز الأمني والاستخباراتي والعسكري، وغادي يولي هو كبير الضباط وقائد المنطقة الجنوبية والمسؤول الأول على إدارة الدراسات والمستندات. وفاش كنقول قائد المنطقة الجنوبية؟ بمعنى أن التليمي كان هو المسؤول والمشرف على كاع التحركات والمعارك والحروب اللي كيخوضوها الجنود المغاربة ضد ميليشيات البوليزاريو في الجنوب، وهو اللي كيرسم لهم في الخطط ويعطيهم في التعاليم وشارك معهم في معارك عديدة اللي انتصر فيها الجيش المغربي على ميليشيات البوليزاريو، وكان له الدور الكبير في تقدم وانتصار الجيش المغربي في حرب الصحراء. وهذا الشيء نظراً للخبرة العسكرية الكبيرة اللي كانت عنده والتخطيط الذكي والمحكم دياله. هنا التليمي من بعد ما فاز بالثقة ديال الملك وحقق كل هاد الانتصارات في المجال العسكري في الصحراء، وعلى حسب الكلام ديال بعض الباحثين التليمي ولا حاس براسو وكيف ساخر براسو بزاف وكيتباهى داكشي اللي عمل، خصوصاً من بعد ما ترقى لرتبة جنرال، وكان ديما كيلبس اللبسة العسكرية دياله المزركشة بالنياشين وكيأمر وينهف الجنود ويتاخذ قرارات فردية وكأنه هو الحاكم ديال المنطقة الجنوبية. كما أنه أيضا ومن بعد ما حصل على هاد الشهرة وهاد المكانة الكبيرة هذه غادي تحول المجال التجارة والأعمال وغادي يبدأ يدخل على صفقات كبيرة وفي مجالات مختلفة. فإضافة لكونه جنرال وقائد عسكري في المنطقة الجنوبية والمسؤول الأول على حرب الصحراء، غادي يولي أيضا رجل أعمال كبير وغيبني ثروة تقدر بالملايين، وغادي يبدا ينافس تجار ومستثمرين ورجال أعمال كبار في البلاد، بل وغادي يفوز عليهم في صفقات مربحة. ولعل أشهر رجال الأعمال المنافسين ديالو في هذه الفترة هم الإخوة بوريكات. وفي مرة من المرات غادي يوصل لعلم الملك أن التليمي كيخطط لشي حاجة ما هياش ضد النظام، وأنه ناوي يقود محاولة انقلابية على الملك كيف ما عمل أفقير من قبل. واللي وصل هذا الكلام هذه الملك هم الإخوة بوريكات، واللي ما كيعرفش الإخوة بوريكات راح سبق لي وعملت فيديو مخصص عليهم واللي غادي تجبروا الرابط ديالو هنا الفوق. المهم الملك وفاش وصلاته هاد الخبر هادي غادي يعيط على التليمي وغيطلب تفسير لهاد الكلام هذا. التليمي غادي ينفي هاد الكلام هذا بالمرة وغادي يقنع الملك أنها مجرد افتراءات وأكاذيب اختلقوها الإخوة بوريكات باش يطيحوه، حيت كان بيناتهم شي نزاعات على بعض المناجم في جهة الأطلس واللي فاز بها التليمي وكسب الصفقة ديالها لصالحه. فهما وباش ينحيوه من الطريق قرروا أنهم ينتقموا منه بهذه الطريقة هذه. وفعلا الملك الحسن الثاني واللي كان كيثيق ثقة كبيرة في الجنرال التليمي غادي يصدق كلامه وغادي يخليه يواجه الإخوة بوريكات مباشرة. ففاش تعطاته هذه الفرصة هذه ما كان على التليمي إلا أنه يزج بالإخوة بوريكات في سجن تزمان مارت باش يتهنى منهم ومن صداعهم والمنافسة ديالهم بالمرة. هذه الرواية هذه ذكرها أحد الإخوة بوريكات في الكتب والتصريحات دياله، وقال أنهم بالفعل كانوا على حق والتليمي كان كيخطط المحاولة انقلابية على الملك. فواش هي رواية صحيحة؟ ما قدروش نجزموا في هذا الشيء هذا، وكتبقى في حق غيرها مجرد رواية لا دليل على صحتها. الجنرال التليمي نهار على نهار كان كيزيد يطلع الفوق، والسلطة دياله كتزيد تكبر والمكانة ديالو حتى هي كتزيد تتوسع خصوصا في المجال العسكري، بحيث غادي يولي الجنرال التليمي وكيف ما قلت لكم أشبه بحاكم عسكري على المنطقة الجنوبية، كيأمر وينهي ويقرر كيف ما بغى وبلا ما ياخذ الإذن حتى بشي واحد، بل هو الآخر كان كيحس براسه أنه كذلك وأنه حاكم عسكري على منطقة الجنوب، وبهذا غادي يكبر معاه التباهي والعشرفة والافتخار بنفسه وبالألقاب والإنجازات اللي دار. لكن وفي يناير 1983 ومن بعد ما اجتمع الجنرال التليمي
بالملك الحسن الثاني بقصره بمراكش، فاش كان راجع في حالته غادي يتعرض لحادثة سير غامضة مميتة، بحيث غادي تصطدم السيارة ديالو شاحنة في طريق ديال مراكش اللي أدت للوفاة ديالو على الفور. وغادي تقوم التلفزة الوطنية بنقل خبر الوفاة ديالو، وكل شي غادي يسيق الأخبار ويعرف بأمر هذه الحادثة هذه وبوفاة الجنرال دليمي، أقوى جنرال في المغرب من بعد الجنرال أفقير. لكن حتى شي واحد ما غادي يتيق هذه القصة هذه إلا القليل، والأغلبية غادي يقولوا أنها حادثة مدبرة للانتقام من دليمي، حيث تفتح أمره وتكشف أنه هو الآخر كان ناوي يقود انقلاب عسكري على النظام. فيا ترى واش بالصح دليمي هو الآخر استغل القوة والنفوذ ديالو وكان كيخطط لقيادة انقلاب عسكري على الملك، وأن الإخوة بوريكات فعلا كانوا على حق؟ كتقول بعض الروايات أن دليمي وبالرغم من أنه كان عدو لدود ديال البوليزاريو وكان كيحاربهم بالحديد والنار، إلا أنه كان ديما كيحافظ على العلاقة الجيدة ديالو مع قيادات الجيش الجزائري والليبي، الشيء اللي خلاه أنه يخطط معهم المحاولة انقلابية على النظام الملكي في المغرب. لكن المخابرات الفرنسية كانت مترقباه وحاضياه في الفترة هذه ومتبع جميع التحركات ديالو، فاستيقنت أنه فعلا كان يخطط الانقلاب للملك، وصلت هذا الخبر هذا للملك الحسن الثاني، ومن بعدها تم التخطيط لهذه الحادثة المدبرة هذه باش يتخلصوا منه. لكن في حال ديما هذه كتبقى مجرد روايات لا دليل على صحتها. أما الديوان الملكي فانفى تماما على تعرض الجنرال دليمي لأي محاولة اغتيالية، وقيل أن الحادثة اللي وقعت له هي بالفعل حادثة حقيقية. وفي 26 يناير 1983 غادي يزور الملك الحسن الثاني شخصيا العائلة ديال الجنرال دليمي في الفيلا ديالهم بالرباط باش يقدم لهم العزاء شخصيا، وكانت هذه هي أول مرة يقوم فيها الملك بعمل فحال هذا. وعلى عكس العائلة ديال الجنرال أفقير تماما، غادي يرعى الملك الحسن الثاني العائلة والأرملة ديال دليمي، ما غاديش يتم الحجز على الممتلكات دياله أبدا، الشيء اللي كيخلي بزاف ديال الباحثين والمحللين يصدقوا أطروحة تعرض دليمي لحادثة سير، وأنها كانت حادثة سير حقيقية وليست بالمدبرة. لكن وفي نفس الوقت ومن بعد الوفاة ديال دليمي غادي يتم إلقاء القبض على 15 ضابط، وثلاثة منهم غادي يتم الإعدام ديالهم، وما غادي يتم السماح تلشي واحد برؤية الجثمان ديال أحمد الدليمي، الشيء اللي كيخلي فئة واحدة أخرى ديال الناس يشككوا في مصداقية هذه الحديثة هذه، وكيقولوا أن أطروحة تخطيط الجنرال دليمي لمحاولة انقلابية على الملك صحيحة، وأن هذه الحادثة هذه اللي تعرض لها كانت مدبرة. لكن كل شيء كيبقى مجرد كلام لا دليل على صحته أبدا. وإلى يومنا هذا أصدقائي ما زالت القضية ديال الجنرال دليمي لغز غامض وبدون أي جواب كافي وشافي واللي يبين لنا الحقيقة. أنتم أصدقائي اللي كتفرجوا فيها دابا شنو رأيكم في هالشي هذا؟ واش في نظركم دليمي بالفعل كان خائن وخطط المحاولة انقلابية على الملك، ولا الأمر بالفعل كان حادثة مقدرة من عند الله عز وجل لا دخل للبشر فيها؟ خلوا لي جميع الاراء والتعليق ديالكم لتحت في مكان التعليق. ايضا ما تنسوش انكم تبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم. حتى لهنا اصدقائي كنقول لكم تهلاو فراسكم والسلام عليكم.